بص، خليني أذكر حاجة. أنا أعتقد إن الصحفي اللي سأل السؤال صحفي غير مهني. ليه بقى؟ فريق خرج من البطولة، ممكن يكون الصحفي ده صاحبي على فكرة، أنا معرفهوش، ولكن فريق خرج من البطولة، فريق مشي، المفروض ما تجيبش سيرته، كان تتركز مع المدرب بتاعك ومع فريقك، وده من الحاجات اللي بتعمل تشتيت، من الحاجات اللي بتخلي اللعيبة والمدربين ما يركزوش في شغلهم ويبدأ يتكلم على منتخبات تانية، فبالتالي يخسر الشعبية بتاعته أو يخسر الناس اللي كانت بتدعمه. انا كنت اشوف المباراه اللي فاتت كل المصريين كانوا يدعموا المغرب ويشجعوا المغرب، ولكن يمكن السؤال ده او حاجه زي كده زعلت المصريين شويه. ولكن خلينا اقول برضو ان الكلام اللي خرج ناس كتير كانت معترض عليه، منهم كمان ناس في المغرب، كمان في ناس كتير في المغرب كانوا بيشجعوا مصر زي ما كان في ناس في مصر بيشجعوا المغرب. وخلينا اقول حاجه، انا دوري كشغلتي انا ان انا اقول يا جماعه ان الكره بتقرب، انا عمري ما هنضم لحته ان في واحد يطلع يجرح فانا اطلع ارد عليه بتجريح، انا اطلع ارد عليه بحسن المعامله وحسن الاخلاق علشان تجبر الناس ان هي تحبك وتجبر الناس ان هي تحترمك، وده اخلاقنا وده ديننا ودي الحاجه اللي احنا متعودين عليها وده الحاجه الطبيعيه اللي لازم تعملها في دينك. هو ان كان طلع اتكلم كلام مش كويس فاحنا لازم نطلع نتكلم كلام كويس، مش هطلع اسب مش هطلع اشتم ومش هطلع اعمل. الرياضة عمرها ما كانت كده، ولكن اعتقد ان الصحافة لها دور كبير جدا ان هي تخرج اللعيبة والمدربين عن تشتتهم، وان هم يفضلوا مركزين في المباراة بتاعتهم، وان هم يفضلوا مركزين في شغلهم، ولكن مش ده السبب الرئيسي يعني لخروج المغرب. النهاردة منتخب جنوب افريقيا لعب المباراة افضل، ادار المباراة افضل، الرجراجي مدرب كبير له كل الاحترام، ولكن كان النهاردة خارج التركيز، النهاردة مركزش في المباراة بالشكل الكامل. ما اعرفش كان هم نازلين مثلا على السن هم يكسبوا المباراة ولا لا، ولكن اتمنى كل التوفيق لكل المنتخبات العربية الفترة الجاية سواء العرب او الامازيغ، لان في ناس يقول لك احنا مش عرب احنا امازيغ. بتمنى لكم برضو كل التوفيق. تابعوا تغطية خاصة لكأس افريقيا عبر حسابات المرمى سبورت.